الجزائر تتفهم هذه الظروف الخاصة التي تمر بها تونس الشقيقة، والجزائر تحترم سيادة تونس واستقلالها وحرمتها الترابية بطبيعة الحال، والجزائر على أتم الاستعداد لمساندة الجمهورية التونسية ضد أي تدخل أجنبي في شؤونها، ولا تقبل الجزائر أن تمارس ضغوط على تونس الشقيقة، ولا تقبل كذلك الجزائر أن تطلق وصفات وتعليمات وإملاءات على الدولة والشعب التونسيين، على اعتبار أن الشعب التونسي صاحب السيادة على وطنه، وهو الوحيد المؤهل لتقرير من يمارس المسؤوليات والسلطات وفي أي نوع من الترتيبات الدستورية التي يعتبر التونسيون أنها هي الأنسب لقيادة أمورهم والسهر على مصالحهم.